استطلاعات الرأي تتصدر العناوين خلال فترة الانتخابات، وخصوصاً مع اقتراب شهر نوفمبر. إلا أنها ورغم أهميتها فهي ليست دائماً دقيقة، والدليل تجربة عام 2016 حين أجمعت معظم استطلاعات الرأي على تقدم كبير لهيلاري على ترامب، وانتهى السباق الرئاسي بفوز المرشح الجمهوري عكس التوقعات. استطلاعات الرأي برزت عام 1935 حين أنشأ إحصائي أمريكي اسمه جورج غالوب مؤسسة تجري استطلاعات رأي بانتظام، وقامت على مبدأ الاستقلالية وإجراء اقتراعات غير ممولة من أي من الحزبين الرئيسيين. تعمل مؤسسة غالوب على قياس الرأي العام من خلال المواقف الجماهيرية من مختلف القضايا التي تهم المجتمع الأمريكي، وعلى إثره أصابت بتنبؤاتها للانتخابات الرئاسية إلى حين انتخابات 1948 حين اختار معظم المخترعين المرشح الجمهوري توماس ديوي، وانتهت بفوز المرشح الديمقراطي هاري ترومان. كانت الثقة بنتائج الاستطلاعات وقتها عالية لدرجة أن صحيفة تشيكاغو تريبيون أعلنت عن هزيمة ترومان قبل صدور النتائج، وأصبحت صورة الرئيس الديمقراطي وهو يبتسم حاملاً نسخة من الصحيفة صورة أيقونية لعواقب الاعتماد على بيانات الاستطلاع. سيناريو قريب من انتخابات حديثة هي تلك التي جرت عام 2016 حين رجحت معظم الاستطلاعات فوز المرشحة الديمقراطية، وباتت عبرة للديمقراطيين لانتخابات 2020 بعدم حسم النتيجة بالاستناد فقط إلى الاستطلاعات. ورغم تقدم مرشحهم هذه المرة أيضاً على ترامب، إلا أنهم تعلموا عدم الاستخفاف بالمرشح الجمهوري وتوقع ما هو غير متوقع.